الإدارة العامة لحماية المستهلك بتقدم لك كمستهلك مجموعة من الإرشادات لازم إنك تنتبه لها لما تشتري أي شيء بيلزمك. بنبدأ بالأغذية المصنعة، فلازم تنتبه لسلامة العبوة وتتأكد من عدم وجود أي انتفاخ في أحد جوانبها وخلوها من الانثناءات وبقع الصدأ. ما تشتري أي عبوة بيظهر عليها أي تشوه مهما كان التشوه بسيط. اتأكد من معرفة اسم المنتج وعلامته التجارية والشركة والبلد المنتج. تعرف على تاريخ الإنتاج والانتهاء يعني فترة الصلاحية، وتعرف أيضا على مكونات العبوة الغذائية اللي رح تشتريها، مثلا فاكهة، خضروات، بقوليات، لحوم، دواجن، أسماك، طحين، توابل، مواد حافظة، بروتينات، دهون، سكر، أملاح معدنية وفيتامينات. وأمر ضروري إنك تعرف مكونات المادة عند الشراء، وخصوصا للأشخاص اللي بيعانوا من المشاكل الصحية والحساسية تجاه بعض المكونات الغذائية. من المستحسن تفادي المنتجات يلي بتحتوي على المضافات غير الضرورية مثل الألوان والنكهات الصناعية، وضرورة إنك تتفادى شراء الخبز المضاف إليه المحسنات المحظورة مثل برومات البوتاسيوم. اعتمد في فحص حواسك لفحص العبوة الغذائية، فاللون الطبيعي للغذاء هو اللون الأفضل، والطعم الطبيعي للغذاء هو الطعم الأفضل. الأكل والعصير اللي بتم إعداده في البيت هو الغذاء الأكثر أماناً. وإذا بهمك تعرف أكثر أو تبلغنا عن أي حالة، اتصل على الرقم 1700 300 300.